حكومتي أنا سلاح العدو هيسكي علشوا أقانص وضنك هاو دانتو دورشين هاو قبطو واحد من الدولي دنبسكي إنا اسمر مارينا يسوا شنتي سنة لدورتي وآد يا آد رنتي ومضو أي لبضن كلا كولنتي وأنا المات صحافة وحان مريو أوهر مارينا وأن هذه ما هي حكومة داسيكي ستير رنتي أنا وأنا لوجين في علاه أي سمين يعني عيدا كتشمريد الصومال لا نبولسكو هذا تايدل كي خدعي يداو عي خدعي اللهم صل على محمد لين كبولسكا هذا تايدل كان حالي دعي هذا تاي كي شيخ نور خدعي ورك السوشيال ميديا كوتشرة عيدا كبولسكا تشمريد الصومال لا جسوا ورينيا ما قرح بنا في ودني ما انت هذا وهذا نقول شو جا حسبي إنه ودني دوان حصص عري ورشي جيا إن بنك دخل الصومال لأن الحكومة دبي تابع صار العقب عصوب وسيرك جناح سقوا هاللي قدميه بنك وهاللي أرن كوا بيني يدون كوار كوا مضى على الشركتين حقك كانتين الحكومة ده هات شوكته متكرر سجا يما عمل كوك شوكته إن يهين كفن كيس الصومال لأن قرن مدي ده لو حري إن يهين كفن كيس وحي الله صوت دجال مير ويل يه ولا البلو سو واي لو كان في سكحري إن يهين بعد مدة عبد الله السلطان تم عدى الله من حريسته أبوه كوينا الصوماليات أيه وحيدي كوريا هوس بوان نقول ده هو دح لجحد عنو بعض مقنا يد نقول هو مضلولان تذكر الله الله يا بان الله يدح يه إيمان بلين الدبوب تها عقل جدوني لجا صار وحي هروس ود عشري أي دعشر يسح صوماليات مع معها اللي يده دو تضينت أيه واحد اللي يروحها يصف عليه تكية حورشة دهتنا تو کاری حوصلی گرم دو حتی رنده. دهتنا وحیی لب لب. مارکو من دوی گرده. من دوی گوسو صدام وحتی رم. حوصلیش لسوارشی می تکی وی دوسو وحیی آد تو گرم دو حتی رنده. وحیانو وحی وحتی رم. نیک لب کیا قانصه دستیه. مارکو قانصه دادیم و دو. اینو لب کویر لصبح. ایان دادیم و داد دهتنا وان دورابی ودی. کل لب لعاده که. إن بعضهم بايله سبحانه وتعالى درين كتكاسي وحكالي الصومالي وترى هذا فينتو شركة هي كم هو إذا كصوص على كم هو إذا حكومة ده هات شوكته متكرر سجا يعمل ككل شوكته يحس بيجا كل مية وحويك تاي إن يهين كفن كيس الصومالي الآن قرني مدي ده لو حري إنه يهين كفن كي وضع الحاشا إنه يهين كفن كي قرن مذا إنه يهين كفن كي هرمارين تا إنه يهين كفن كي وحي الله صوت دقال مير ويل إيه ولا البلو سو واي لغو كان في سكحري إنه يهين بعد مدى وحاك الله يوغيهين إنه يهين كفن كي ديمقراطية دي چموريه دي سومالان إيه دورشوين كحور تا تا واحا ينوغا مرخاتيا في علاد اللي حدي سنة حكومة دن معمل که کوچکتر، ای مدحیلیت که دو کوچکتری، شنتی سنا لذارتی، و آد یا آد رنتی و مضو ای لبضن کلا خوانتی، و آن المات صحافت و حان مریو آهرو مرینا، و آن هدیما هی نه حکومت داسیگی ستی رنتی آنو آن لوجین، و حان حکومت دچمرید دسمالان، مات چوکتر آن لین هی، مات حکومت کلا دچمرید دسمالان و وطن کامامورش. والله قال حساب تمر يدك هاي نبي شرتو هذا ده حماية سنة يدك هاو قارن هذا ده حماية سنة يدك هاو قارن وحن الله ينهاي فرد قا فرد وقول نقطة وحكلون هالك الصحافة درنتي ما دام أنا دوبك حين كي قبل كمرد جح عندنا يا إنا المان الصحافة دمرية في علا درنتي صار نقط نقضي وأنا دقا الشعب كتش على يسن أنا قلنا أنا كتش على يسن أو أه في علا ده يسمين يعني عيدا كتشمريد الصومال لا نبولسكو هذا تايدل كي خدعي يداو عي خدعي اللهم صل على محمد لين كبولسكا هذا تايدل كان حالي دعي هذا تاي كي شيخ نور خدعي ورك السوشيال ميديا كوتشرة عيدا كبولسكا تمريد الصومال لا جسوا ورينيا ما قرح بنا وحن الله أنا هاي محبة ضعي نقارك وكل دفاع على هين أيان عدو وين الكريم وعرورتنا الله يسا وحن دوري نابورس كتمرد الصومال رتي أنا واحترام يشرف بدنو هاي نو هول بدن قرن كوه هيان مدح دو دنا رتي كوب جادين إنه هولها قرن كايو هيان
waxaan doonaynaa inaannu baaq u diro ka gobol maroodi jeex ahaan maadaama caasimadii dhib badan ka taagan tahay waxaan u leenahay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyahoodaba taliya ciidankaaga haday noqoto tababarkooda haday noqoto amaradooda haday noqoto hawlgalka ay habeenkii sameynayaan iyo haday noqoto qaabka ay nabadgelyada u ilaaliyaanba dib ugu noqo oo halka ayada runtii dadku aad bay uga qeylinayaan halka hoos u eeg waxaan la walaalayaal wada ognahay hadaynu nahay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland inay cadow badan markii horena lahayd iminkana cadowga isagoo ka faa'iideysanaya hoggaanka xisbiga kulmiye iyo xukuumadda maanta joogta iyo shacabkeedii oo isnacay oo is eeday oo is aashay iyagoo ka faa'iideysanaya iyagoo ka faa'iideysanaya wada tashlaanta iyo wada jirka iyo walaalnimada oo dhaawacantay iyagoo ka faa'iideysanaya khilaafkii dhexdeena soo galay iyagoo ka faa'iideysanaya doorashooyinkii aynu isku qabannay ayaa waxa dhacday oo runtii iminka ashakila'aan ah inay nimankaasi ay doonayaan runtii inay iminka wax badan qarankii yeelaan waxaynu ogeyn dagaaladii ka socday gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood waxaynu ognahay Soomaaliland in la doonayo furimo kale in lagu furo waxaanu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeedinaynaa shacab iyo dowladba mucaarad iyo muxaafidba in la isku duubnaado walaalnimada la ilaashado wadajirka la ilaashado haddii awalaynu faraha isku taagtaagi jiray inaynu dib uga waantoono khaasatan qolada xukuumadda oo aan aaminsanahay weli inay wax walwalaaqanayso oo ninbaa waxa la yidhi nibay walaalayihiin oo runtii aad u qurux badnaa sheekada dumarkana aan ku yar wanaagsanayn oo nacasaabu isidhi u guuri deetan wuxuu waleeyi bilee taleexiniyaha waaweyn ilaa aan rag ka dhaliyo inaan taladayba tay ahayn deetana sannadkii markay dayrtii daaday ayuu gabadh qurux badan ula soo haasaaway deetana gabadhii buu inaan nibaan hadal oo aan walaalnahay oo dumarkaba ka qabweyn ayaan kuu guurinayaa inatii dee ninkaa quruxda badan ee waxay aragtay waan u tilmaamay waayo habeen tiri waan ogolahay dee fiid buu soo ballamiyey wuxuu damcay ninkii inuu gabadhii dee magaranaysaa tuso un sheeda uu ka tuso deetana halku ku yidhi walaal sii labiso galabta ballan baynu leenahay ayuu waxa arkay walaalkiio intuu dambas ismariyey caruurtii dambas la qasanaya buu arkay oo caruurtii wada dambas ka dhigtay deetana wuxuu idhi anna deyrta maanta ha guursaan islahaa isla waa kaa dambaska isku madhuuqay xukuumaddii aan islahayn cadow ha iska celiso aqoonsi waddanka ha u doonto doorashooyin ha u qabato waxaad moodaa weli dambaskii inay ismarmarinayso iyagana waxaan leeyahay kawaantooba inaasa wixii su-aalaad weydiisana diyaarbana waayahay gudoomiye haddaan ku weydiiyo su-aal ka baxsan mawduucan aad ka hadashay xisbigii wadane maanta hadaa u hadlay oo nagala jooga xisbigeenna wadane dhowaan wuxuu soo saaray war sheegaya in baanka dhexe ee Soomaaliland iyo xukuumadduba ay daabacaysa lacag cusub wasiirkii ganacsigu u hadlay gudoomiyihii baanku u hadlay arrinkaa waa beeniyey idinku warkaa ummadda aad u sheegteen xagaa ka keenteen horta soomaalidu adeer waxay tidhaahdaa war jiraaba cakaaro iman runtuna run bay tagtaa beentuna been bay tagtaa waayaha iyo waqtiga ayaa runta inoo sheegi doona waxa xukuumadda wixii aanu ku sheegnay iyo waxa iyadu sheegaysayna kala saari doona bilaha soo socda haddii lahayd waan mahadsantay horta walaal anigu wax aqoonsi oo maamulka SSC la siiyey ma ogi manaan maqal runtii balse detaayada xukuumad bay noo qaabilsan xukuumad bay noo qaabilsan xukuumadda weydiin doontaan qoorta aqoonsiga la siiyey cidda aqoonsiga siisay iyo iyada waddanka dowladka ee halkii ay ku dambeeyey gobolkii Sool iyada weydiiya masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121